من جديد اهلا بيكم مشاهدينا. لجنه الصحه من اللجان المهمه جدا 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 جدا، عليها امال عريضه من قبل المواطنين في مصر على ان هي تغير من الحاله الصحيه اللي هقدر اسميها ان صح التعبير مترهله في الكثير من الامور. هتقولوا لي في جهد، هيقولوا في جهد، هيقولوا في شغل بيتعمل، هنقول في مشاكل كمان كتير جدا على هذه اللجنه، دور كبير جدا في رسم الطمأنينة للمواطن المصري. ضيفي مشرفني في استوديو عين على البرلمان سيادة النائب أيمن أبو العيلة وكيل لجنة الصحة، برحب بحضرتك فندم، مشرفنا، أهلا بك. أهلا بحضرتك سيادة النائب. لجنة الصحة لجنة مهمة، كل الناس منتظرة من هذه اللجنة تشريعات وقوانين، تفاعل مع وزارة الصحة، تغيير أمور سلبية كتير بيعانوا منها من أول النجوع والقرى حتى أكبر المستشفيات اللي ليها تاريخ كبير في مصر. اتفضل يا فندم. شوف، احد اهداف طبعا احنا يعني لنا دور رقابي ودور تشريعي. يعني بدون لازم اوضح للساده المشاهدين الدورين في اطار هذه اللجنه المهمه. الهدف من اللجنه هو، انا هقولها باختصار كده كاهداف، هو الاتاحه. ان كل مواطن المفروض يجد عندما يطلب خدمه طبيه يلاقيها. بعد كده المقبوليه، ان هو يكون يعني مقبوله عندما يعطى هذه الخدمه. حلو جدا. اتاحه مقبوليه ومقبوليه. هنخش على التطوير والتدريب. اساسي جدا يكون في عنصر ان انت تبقى زي ما بنقول اب تو ديت او على احدث الاجهزه والمعدات اللي موجوده. ومن يتلقى الخدمه يجد اللي بيقابله ده على اعلى مستوى من التدريب، سواء طبيب او تمريض او عامل في قطاع المنظومه الصحيه. ممتاز. الهدف الثاني هو لازم يكون في نوع من انواع الجوده في او استمراريه الجوده في تقديم الخدمه. واخيرا وفي الاخر هو الرقابه. اي شيء بدون رقابه، فإذا حطينا في الاعتبار الخمس نقط اللي أنا قلتهم لحضرتك دي كأهداف للجنة، أعتقد أن اللجنة ابتدت الكلام ده من دور التشريع الأولاني وهتستكمل مرة تانية هذا المنظور للنقط دي. طب أتكلم مع حضرتك فيهم بصراحة. اتفضل. الإتاحة ممكن تكون موجودة، المقبولية مش موجودة. لا والله الإتاحة مش موجودة قوي. يعني ممكن أقول يعني لا، في 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 أسرة كثير للعناية المركزة غير موجودة، أسرة كثير للبريماتيور أو اللي بنسميهم اللي محتاجين حضانات مش موجودة. لا يعني الإتاحة لسه محتاجة شغل. طبعا المقبولية، لا الغني على فكرة راضي ولا الفقير راضي، المقبولية تكاد تكون. أنا ببين النقط دي عشان تبين الصعاب اللي هنقدر نخش فيها بين أدوات رقابية وأدوات تشريعية. طيب احنا محتاجين بقى أفكار بره الصندوق ولا محتاجين نمشي فيما هو قائم حاليا ولا محتاجين إيه بالظبط؟ شوف حضرتك، هي محتاجين تنظيم العملية الحقيقة. تنظيم. احنا بقالنا 40 سنة في عملية عشوائية ما بين القرارات والقوانين، وعشوائية ما بين يعني بتلاقي أحد الوزراء في وقت من الأوقات عمل هدف يعمل مستشفيات التكامل في كل نجعة من نجوع مصر وقرية. مصيرهم إيه دلوقتي؟ 100 منهم قابلين للإزالة، وال 400 الباقيين بنحاول دلوقتي ننقذ ما يمكن انقاذه. فما تقوليش في اتاحه، في اتاحه بس شكلها ايه؟ مشلوله. وبعدين عمليه طريقه العلاج بالعشوائيه اللي هو يكون في علاج مجاني وهو حقيقه ليس مجاني، وعلاج على نفقه الدوله وله اجراءاته وتامين صحي، كل ده لازم يتوحد ولازم يبقى توحيد. يبقى احنا بنتكلم على الحقيقه زي اوراق مبعطره عايزه نوع من انواع التنظيم ونمشي خطوه خطوه. لان الـ 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 المشكله دي مش مشكله امبارح ولا اول امبارح ولا السنه اللي فاتت ولا 20 سنه فاتوا، لا دي مشكله 30 40 سنه فاتوا. وانا بس عندي سؤال، هو من اراد ان يحول المستشفيات التكامليه او الوحدات الصحيه اللي موجوده داخل القرى والنجوع من قيادات النظام الاسبق لرعايه اسره، ده كان بيستهدف ايه في المقام الاول؟ لا هي كانت بنيت على انها مستشفيات
تكاملية وهتخف الضغط عن المركزي وعن بالظبط بالظبط. ايه اللي حصل بقى علشان يتم اللي حصل فجأة كده؟ ان ما حصلش التمويل الكافي ان المستشفيات دي تكمل. فابتدى يعملوا فيها لما كان الموضة حكاية طب الأسرة وتحديد الناس وتحديد الناس ابتدى ياخدوا الأدوار التحتانية وسابوا بقية المستشفى على حالتها. الحقيقة ده ملف كامل لازم يتناقش ولازم يتدرس ولازم ملف هيريح كتير على فكرة. يعني هيريح كتير إن انت وفرت العلاجات الأساسية بنية في الكرة تحتية على الأقل تمام. إنك تقدم الخدمة لتأمين صحي شامل اجتماعي على أقل تقدير ويبقى مكان جيد جدا لوجود طبيب الرعايه الاوليه اللي هو مفتاح التامين اللي انا هشرح لحضرتك مفاتيحه ايه. ان هو لازم يكون في طبيب هو طبيب الاسره اللي هو بيحول لاخصائي او لعمليات او لتحليل او لاستشاري او خلافه. ان هو ده المفتاح الحقيقي ده رقم واحد اللي بشوفه. يجب ان يكون مدربا تدريب جيد ودي خطوه هنتكلم فيها. لان هو ممكن يعالج وممكن يحول لاستشاري، ممكن يحول لاخصائي، ممكن يحول عمليات وممكن يصرف على البيت يقول له ما فيش داعي يعني يرجعه تاني البيت ويقول له ما فيش داعي انك انت تروح وتعطل مكان. لا خد العلاج الفلاني ما فيش اي مانع. فالحقيقه ده تخصص لوحده اسمه طبيب الرعايه الاوليه او طبيب الاسره زي ما حضرتك تحب تسميه. ده مكان مثالي ان هو يبقى متواجد فيه ويكون فيه عنده اللي بنسميها العلاج الاولي الموجود حواليه، سواء كان مستشفى لها امكانيات معينه تستقبل المريض. دي ثروة قومية موجودة هنفتح مع الوزارة هذا الملف أكيد وبدون مزايدات ويجب أن تدار جيدا لأن بعضها أدير بقرار من المحافظ يحطه يجي له تبرع لغسيل كلى يروح حاطط دور وبعديه تبرع لأسرة للحضانات يروح حاطط في الدور الثاني وإن طبيا ممنوع يبقوا موجودين مع بعض. فالعملية عشوائية في محله، الباقي كله عبارة عن عيادات وحدة. ومش عايز حضرتك تفرق بين التكامل وما بين الوحدات الوحدات الصحية، موضوع مختلف. تفرق ايه؟ الوحدات الصحية دي مسؤولة عن بنسميه يعني لها، مش عايز اعقد المسميات، بس هي اللي بتستقبل فيها، تعمل التطعيمات، بتكشف على المرضى الاطفال، بتديهم تمام، امورها بسيطة.